السلام عليكم, it's Hika. And first of all, sorry مانيش active بزاف, ولا كيما نداري. هادي لافوت قعتها Elden Ring باسكو ملي بديت نلعبها وانا حاصل فيها. اي واحد يلعب Elden Ring يعرف واش راني نهدر. The game is a masterpiece, ومازال ما كملتهاش لحد الان. راني برك حاصل في واحد البوس اسمه Radahn, and fuck him honestly باسكو قلبه لي خراق. Fuck يا ودي خليني لك please shit. So مادامني حاصل قلت نخدم فيديو. وهاد الايام شفت بزاف يوتيوبرز يهضروا على واحد النادم اسمه قشيحه. It's ridiculous. اذا حاب فيوز اهدر على قشيحه ولا اجبد اسمه. It's the easiest way to get views nowadays. So yeah, I'ma be shameless ونهضر عليها انا تاني باسكو خاصني نوصل لديكا ايساب. بون للناس اللي ما لعبلها شكون هو قشيحه, حاجه الاولى غادي نقول لك يرحم جدك قول لي كيفاش راك عايش باسكو راني حاب نكون كيفك. مادا بيا انا تاني ما نعرفش عباد كيما قشيحه. But anyways, شكون هو قشيحه؟ قشيحه ولا كيما يحب طولو الشيخ بصوالحه. الشيخ انا اللي خرجتها, الشيخ انا اللي خرجتها. اوصو معروف باسم دي جي رفيق. وحاجه الاولى اللي تجي في راسك كي تسمع دي جي رفيق بصح سيد لا علاقه بالموسيقى. بالك خطره في العام برك وين يدير ايفنت وين يكون هو دي جي, but it rarely happens. قليل وين تسرى. ثم السؤال يبقى مطروح, كيفاش حتى دي جي رفيق ولا مشهور وهو ماشي دي جي؟ اول حاجه دي جي رفيق كان عايش في الجزائر, من بعد امرض وراح لفرنسا. يا قشيحه هذا قاعد دخان يا خونا, قلت لك حبس الدخان. واش الدخان بدي تقود نتايا؟ واش من الدخان تاع اختك الدخان؟ تم وين بدا ينشهر. الاسباب تتعدد لكن the main reason والسبب الرئيسي, ladies and gentlemen take a guess. Well, if you haven't guessed it already, then the correct answer here at التطيح والتبهليل وحفايس كيما هكذا. واي واش راني ناكل ها؟ استغفر الله يا ربي مع القرآن كاع. العرب هما اللي هلكوا لك صحتك. هاك ضربتني بعين بات عين, ها طاحت لي الزطلة, ها ضربتني بعيني. نهار كامل انتم الضبع, نهار كامل انتم الضبع. وشنو؟ هنايا وين الناس بدات تعيط له قشيحه باسكو كلمة قشيحه معناتها زلاميت, وزلاميت كشايف كي تشعلها تشعل في الساعة. He gets angry ويتقلق خفيف. I mean clearly he needs therapy, let's be honest. ومادام ويتقلق في الساعة راك عارف الناس بدات تطلع لي لايف معاه وتحرش به وتعيط له قشيحه. الحمار قشيحه قاعد يضحكوا عليك يا الغامل, باين عليك غامل يا قشيحة جاية يا قشيحة يا قشيحة. هذا واش عندك قشيحة؟ هذا واش عندك؟ هذا واش عندك في الباكاج؟ والطيميطي والطيميطي يا اخي احكي لنا حكاية الطيميطي, احكي لنا حكاية الطيميطي. نحكي لك بابا بوي الو دي جي رفيق رحت لانيفرسير تاع توباك قبل ما يموت. لا رحت اختك لانيفرسير تاع اختك رحت لها وي كي دار 18 قشيحه. انا قشيحه سام ديغونج با, نفهمكم واحد الحاجه. الناس اللي عم بالهم كي تقولوا لي قشيحه نتقلق. علاش نتقلق؟ ابا كان علاش ولا ما على بالكش؟ شكون اللي طاك كلمه بس تهضر؟ شكون اللي قال لك هابي النهاري؟ هكذا كانت بداية شهرة دي جي رفيق. الفيديو تاعو كان يدور بزاف في التيك توك والناس بدات تتعرف عليه. وصلت حتى لدرجة انه جوالات على ليكيب ناسيونال دخلوا لي لايف تاعو وبداو يحرشوا به تاني ويعيطوا له قشيحه. جوال تاع بعد سنوات في فرنسا دي جي رفيق قرر يجي للجزائر. وقبل ما يجي للجزائر دار واحد الفيديو قال لهم باللي الناس كامل اللي راح يتحرش بيا راح نجي للجزائر ونقعرهم كامل, وكان طايح خشين بزاف. بصح انا قلتها لكم ونعاودها لكم ونزيد نقولها لكم, نهار نرفد صحتي باذن الله يا ربي برك هذا واش راه في قلبي, نرفد برك صحتي بابا بوي نجمع واحد لي اداني نجي بابا بوي افيك بليزير بابا بوي كاع لي رامي كلاشي ولي لا ليست لي لونغ الجروب تاع دي جي رفيق هادو كاع بابا بوي بابا بوي بابا بوي بابا بوي بابا لكم فيديو ما تسماش رفيق يما ولد بابا بوي تراجل راكم هنا وراني هنايا. ما دار والو واش راك انا هنا يا رفيق
افي خويا افي ريع مد كبير شويه وشيحه انت لي زون وشيحه لي زون حجم لك ما تحلش يا خشيعة يا دي جي يا دي جي يا خشيعة يا رفيق يا رفيق قدر معانا يا رفيق قدر معانا ولا نقول خشيعة قالوا لك كاريا يا خشيعة كاريا يا خشيعة والمشكل وصلت حتى لدرجة انه ولاو يسرقوا له صوالح ويكريسوه وما يدير والو I mean that is just sad not gonna lie اكتيفي بالك خويا لا بوليس تبقى قودوا علينا اكتيفي الصيحة العالمية حروه في صحن بعد خرج وقال لهم باللي هذاك الفيديو ماشي نيشان وهذيك العفسه صرات بكري لايك برو راكم نيتك واللوب اي بينا بلي سرقوك ما فهمتش علاش راك سيزا ما تكذب وقولش يعني شوف لي فيديو تاع الناس عم يقولوا رافق كريساوا نحاولوا نواضر نحاولوا اسمه واش من نواضر واش من كاسكيت نحاولوا واش شكون هذا كريساني هذا بابا بوي اللي قاعد باش ديروا لي جيم ولي كومونتير ولي لوديونس طلعوا لوديونس تاعكم سي غراف يا ربك كريساوا وما على باليش عندكم حاله خاوتي واحد ما كريساني نواضر ما عندي وكاسكيت تاعي عندي يا اخي حاله ذيس جاي از ديلوجنال ولي فان تاعو اكثر منه وللاسف هذا هو دي جي رفيق اي كي قشيحه اي كي شيخ بلاس والحو هي از جست ا كلاون اند سادلي الجيريا از ا بيج سيركس That's it for today's video. إذا عجبك الفيديو like and subscribe. Also قولوا لي في comments إذا راكم باغيين تشوفوا some Elden Ring gameplay باسكو راني نلعبها بزاف. So yeah, just let me know. Follow me on Instagram if you want to know more about me. Join our Discord server, link is in the description. And as always, take care.